السلام عليكم. نعود في نكمل اللي كنا بنشرح فيه. كنا بنشرح على السمارت سيتي والابليكيشن اللي ممكن تكون فيها. الابليكيشن تتراوح من حاجات بسيطة جدا زي المشي، خط للمشي بتدلك عليه، لحديت حاجات كومبليكيتد اللي هي تجميع القمامة وعمل توليد كهرباء منها. يعني ممكن تكون Smart City a technology intense تعريفها a technology intensity with sensors everywhere and highly efficient public services thanks to information that is gathered in real time by thousands of interconnected devices. يعني هذا تعريف ايش لازم تكون. هي مدينة مستخدمة فيها التكنولوجيا بشكل مكثف، فيها سنسورز اللي هي مجسات في كل مكان، فيها هاي سبيد كوميونيكيشن. هذا الاكزامبل اللي حكيناه قبل شويه، تراش كان هاف سنسور ذات انديكيت وين دي ار فول اند تراش كولكتورز فولو ا سبيسيفيك راوت بيست اون ذس انفورميشن. طبعا هذا بتوفر وقت وبتوفر لنا في الكاش اللي عندي او استهلاك البنزين. All buildings are intelligent with smart meter and energy saving system and transport is painless. يعني لو بدنا نطلع عليها في المباني الذكية اللي هي المباني اللي فيها سنسر مثلا الإضاءة كافية بتطفي الإضاءة، فيش حركة في المكان الإضاءة بتطفي، الميترز اللي عندي بنسميهم سمارت لأنها إيش بتسوي، هاد بتاخد وبتعطي. يعني أنا عندي في هاد في عندي طاقة بديلة أو طاقة خضراء أو طاقة متجددة موجود سواء شمسية أو على الرياح أو غيرها، وهذه وقت ما عندي زيادة بتغذي الشبكة، وقت ما عندي نقص باخد من الشبكة. في هاي وعملية المواصلات بتبقى إيش يعني غير مؤلمة، سهلة جدا عبر التوصيل في هاي. A city that cultivate a better relationship between citizens and governments leveraged by available technology. يعني تفاعل بين المواطن والحكومة تبعت المدينة سواء البلدية أو الحكومة المركزية سلس جدا، ويتم استخدام التكنولوجيا في هذا التفاعل الموجود. They rely on feedback from citizens to help improve services delivery and creating mechanisms to gather this information. الآن أي خدمات بدها تكون بدها تتحسن بشكل مستمر، والتحسين فيها هذا بيعتمد على تغذية راجعة من المواطنين، وفي آليات موجودة عند المدينة هاي للحصول على هذه التغذية الراجعة من المواطنين. For example, citizens are more active in managing their neighborhood. يعني الحواري تبعتهم المواطنين هم يعني لهم دور فعال أو دور حي في إدارة هذه الحواري. Open government data is used by civil society to co-create smartphone applications or SMS services. Example to report a full trash can and trash collectors can accommodate their route based on this information. يعني بياخذوا هم في عند بيكون ابلكيشنز على الجوال بياخذوا تغذيه راجعه مثلا من المواطن حول اي حاجز، حول مي مثلا، خط مي فاتح، عمود كهرباء بيطلع شرار، زباله مرميه في الشارع، فهاي بتقدر تعطيها بشكل اشاره مباشره للبلديه. طيب سمارت سيتي ديفلوبمنت فريم ورك، الان ناخذ بريك وبنرجع لهاي نتكلم عليه ايش بنقصد في السمارت سيتي ديفلوبمنت فريم ورك. يعطيكم العافيه.